نظهر لكم الخوت، واش هذا الشيء اللي كيدير فيه القجع واش في صالح المغرب، في صالح الشعب، ولا في صالح الحكومه، ولا في صالح الدوله، ولا في صالحنا كاملين؟ السي القجع رهن لينا المغرب كامل، رهنوا عند البنك الدولي اللي تسلف تقريبا اكثر من 500 مليار دولار. هذه الهضره رائجه والهضره اللي كدور، والحصص ديال الحكومه اللي باعتها من فندق من انتصارات المغرب جميع الحصص ديالها باعتها، وهذا الشيء كامل غير باش يتبناو هاد الملاعب، ملعب طنجه الكبير وكذلك ملعب الرباط اللي يريبوه كامل وكيرجعوا يعاودوا يصلحوا فيه من الاول. شوف العقليه كي دايره، الملايير شحال كتخسر باش نريبوا ملعب كامل باش نصلحوا؟ لا، خاصنا نريبوا، ريبوا ملعب كامل طيحوه ورجعوا طلعوا ملعب اخر واخا. وكذلك الملعب ديال الدار البيضاء اللي كتخسر عليه دابا الملايين في بن سليمان، اللي هو غيتلعب فيه كاس العالم اصلا. اشنو ظهر لكم؟ واش غادي يوقع لينا كما وقع اليونان في اولمبياد اثينا فاش نظمات الاولمبياد؟ راكم شفتوا شنو وقع للشعب؟ الشعب خرج عريان للشارع بسبب الازمه، بسبب الديون، بسبب ديك الاولمبياد اللي نظمتها اليونان. بسببها الشعب تضرر بزاف، وبقى لحد الان اليونان في ازمه خانقه من ديك الوقت لدابا. واش هذا هو المصير ديالنا؟ واش حنا احسن من قطر؟ قطر اللي دوله غنيه، قطر اللي عندها البترول، قطر اللي يعني اللي دوله هارب علينا بزاف، راه دوله غنيه ماشي بحالنا حنا المغرب. راه حنا راه ماشي قطر ولا ماشي السعوديه، ماشي الامارات، ماشي الاردن، هادو دول اللي عطاهم الله البترول، عطاهم الله دوله غنيه. احنا المغرب راه ما عندنا والو، ماشي في استطاعتنا باش ننظموا كاس العالم او كاس افريقيا. انا ماشي ضد التنظيم، انا بالعكس انا مع التنظيم، مرحبا بالتنظيم، ولكن ما نخسروش الفلوس، ما نخسروش الاموال الطائله، خاصنا نديروا بحال اللي دارت البرتغال. البرتغال قالت لك سيدي انا الملاعب اللي عندي هما اللي غنلعب بهم، ما غنزيد حتى شي ملاعب، ما غنخسر لا فلوس لا والو. واش حنا احسن من البرتغال؟ هذه البرتغال وخرج الرئيس ديال الجامعه ديالهم وقال هذه الكلمه، قال لك حنا ما غادي نخسروا والو، اللي عندنا غادي نقضيو به. اسبانيا كاع، اسبانيا دوله الاقتصاد ديالها طالع ودوله متقدمه ودوله اوروبيه، وثلاثه المدن انسحبات من التنظيم ديال كاس العالم. والمغرب ما كاين عاد الديون، ما كاين عاد اللي كاين شي حاجه كيمتلكها المغرب بيعها، باعوا قريب داك الشيء كامل غتشري من عندنا فرنسا، فرنسا عاوتاني غترجع تستعمر المغرب بسبب هذا البيع، بيع 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 الفنادق، بيع الابناك، بيع بيع. واش حنا باقي نتهناو من الاستعمار الفرنسي ولا غادي نبقاو حنا مستعمرين؟ شتي علاش انا ضد هذا الشيء؟ هذا البركه اللي عندنا ديال الملاعب نقضيو بها، ياك غير كاس العالم البركه ديال الملاعب اللي عندنا غادي نقضيو بها، علاش غنخسروا هاد الملايير وهاد الملاعب العالميه؟ اول حاجه غنبداو بعدا بالمواطن، علاش غلاء الاسعار؟ السبب ديال غلاء الاسعار هو هاد الشيء اللي وقع في بلادنا حاليا. هاد الملاعب وهاد كاس العالم وهاد كاس افريقيا اللي جايين راه هما السبب ديال غلاء الاسعار. واش تمنيت كاخي غادي يجي كاس العالم وغايجي كاس افريقيا في نظرك كتبقى تشري بطاطا ب 4 دراهم، في نظرك كتبقى تشري الدجاجه ب 15 درهم الكيلو؟ هادشي راه مستحيل. كونوا متاكدين اننا في كاس العالم وبطاطا غتولي كتشريها ب 40 درهم الكيلو، مطيشه غتولي كتشريها ب 30 درهم الكيلو، وهادشي اللي كنقول فيه راه خطير. علاش؟ لان شوفوا شنو وقع في قطر، وفي قطر كانوا كيكريو بيوتا، بيوتا صغار كانوا كيكريوهم ب 2000 درهم الليله، وبطاطا كانت عندهم كدير 60 درهم في قطر، الناس مشات تفرجت في قطر. وتخيل معايا بطاطا شراوها الناس ب 60 درهم، مطيشه شراوها الناس ب 40 درهم، راه نفس الشيء اللي غتوقعوا غادي يقدر يوقع. وحنا المغرب ماشي شي دوله متقدمه، حنا فينا واحد النسبه ديال الفقر اللي بزاف المغاربه فقراء، لان النسبه ديال الناس الاغنياء نسبه كاينه، ماشي ما كاينش الاغنياء، راه كاين الاغنياء.